يا نير، هتعرفي تعملي اللي انا طلبته منك ده ولا هتفضحينا؟ انت عمرك طلبت مني حاجة وانا قلت فيها؟ بصراحة لا. يبقى خلاص اتكل عليا وما تقلقش. هتكل، يلا ورينا بقى هتعملي ايه. أستاذ وليد. أيوة نير. دكتور ياسر بيقول لك هات 20,000 جنيه. هو فين؟ في مكتبه، وبيقول لك تعالى بسرعة عشان هو مستعجل، وأنا كمان مستعجلة أوي عشان خطيبي مستنيني بره. هتعوز مني حاجة؟ لا روحي أنت وأنا هديهم. ماشي. يا وليد، نيرة بتقولي انك عايز 20,000 جنيه. مظبوط، يبقى ايدهم من حسابي. ماشي، تمضيلي بس هنا ممكن على الايصال ده. طبعا. شفت، اديك دلوقتي مركز في شغلك. انا مبسوط منك جدا سيستم، حتى لو عليا انا شخصيا. اتفضل على مك، وادي الايصال. دكتور خير؟ عيادة الأسنان عايزين يغيروا المعمل اللي بيتعاملوا معاه، وعايزين يتعاقدوا مع معمل تاني. لا طبعا احنا مش هنغير معامل. بلغيهم ان احنا هنبدأ نتعامل مع المعمل اللي بيتعامل معاه، وقولوا لهم دكتور ياسر قال كده. حاضر. اتفضلي. جارية يا وليد، هو انت لسه زعلان مني؟ يا عم انت لسه فاكر؟ انا نسيت خلاص. تصدق انا كمان نسيت. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي اوصلك في الطريق، ناخد وندي مع بعض شوية، احنا بقالنا كتير ما عملناش كده، بدل المواصلات والزحمة. ماشي، اروح ارجع الدفتر ده واجي معاك. ايه يا وليد، انا هقف يعني استناك؟ خليه معاك يا سيدي، اكيد يعني مش هيضيع. ما رايك؟ مش هيضيع. قول لنفسك. يلا تعالى، انت وحشني.